باش نبلغ الأوساط الرياضية وكل متتبعي الشأن الرياضي على أن المركب الرياضي يعني الوزارة القطاع الوصي هو في صلب الاهتمام ديالو هذا المركب الرياضي، وفعلا تم طلب ديال فتح هذا المركب باش يستقبل المباريات الرسمية ديال المغرب الفاسي، إلا أن هذه اللجنة اللي كانت ستعين المركب الرياضي لأخذ يعني القرار في شأن هذه الاستضافات ديال الملاعب لم تم تأجيل هذه اللجنة، وإن شاء الله عما قريب سيتم هذه اللجنة الحلول ديالها بالمركب الرياضي، واللي غادي تكون بين الممثلي السلطات المحلية والأمنية وكذلك ممثلي القطاع الوصي وكذلك ممثلي الجامعة الوطنية لكرة القدم وشركة سونارجيس اللي هي المشرفة على الأشغال حاليا بالمركب الرياضي وكذلك المديرية الجهوية. إذا كما قلت أنه هذه اللجنة عما قريب ستجتمع وستعين هذه المركب لاتخاذ القرار استضافة المباريات الرياضية الرسمية لفائدة المغرب الفاسي إن شاء الله. ليكون في علمكم على انه المركب الرياضي يعني فيه واحد المجموعه ديال الاشغال واللي انتهت واللي كانت تشرف عليها شركه سونارجيس اللي غادي تدبر ان شاء الله هذا المرفق ديال المركب الرياضي ديال مدينه فاس، والوزاره الان هي في صدد يعني اتمام الاجراءات الاداريه والتقنيه لي يعني تسليم هذا المرفق لهذا يعني الشركه اللي كانت هناك اشغال لتهيئه واحداث جوج الملاعب ديال التدريب بالعشب الطبيعي وكذا وبالإنارة ذات المواصفات العالية والمطلوبة في المباريات والمقابلات، كذلك تم إعادة العشب الطبيعي داخل المركب الكبير، وتم تثبيت يعني مع يعني الكراسي جديدة بكل مرافق ديال المركب بالإضافة إلى المستودعات الملابس و يعني المستودعات ديال المرافق الصحية لفائدة الفرق والحكام داخل المركب، إلا أنه باقي واحد التأهيل ديال المرافق الصحية بالنسبة للمدرجات التي سيتم فتح الأظرفة غدا إن شاء الله، يعني غتكون 26 ماي 2021 بهنا بالمديرية الجهوية اللي غتشرف على هذا الإصلاح ديال هذه المرافق الصحية. كذلك غادي يتم كذلك بحلول اللجنة اللي غادي تحل بالمركب لتدارس المرافق الأخرى التي يجب الإصلاح ديالها والتأهيل ديالها. بطبيعة الحال هناك السياج الوقائي، كذلك الممرات، المداخل، الكاميرات سيرفيونس، السبورات يعني النشر، يعني كاين واحد مجموعة ديال الإصلاحات التي يجب أن تكتمل في هذا المركب. وللعلم كذلك فإن المركب الرياضي سيحظى بإنشاء وإحداث القاعة المغطاة والمسبح الأولمبي اللي هما تدرجوا في البرنامج ديال البروغرام ديفلوبمون ريجونال اللي تم التوقيع ديالو في 16 ابريل من طرف السيد الوزير الثقافه والشباب والرياضه وكذلك رئيس الجهه وكذلك السيد والي جهه فاس مكناس، واللي التكلفه الاجماليه ديالو خاصه في تاهيل هذا المركب هي غتكون 55 مليون درهم، مدينه فاس ب 66 مليون ديال الدرهم، والمبلغ الاجمالي ديال هذا البروغرام هذا غادي يكون ب 510 مليون درهم، اللي غتكون منافسة بين قطاع الشباب والرياضة 255 مليون درهم والجهة كذلك. وهادو كلهم مشاريع واعدة للشأن الرياضي وإنعاش الرياضة داخل الجهة، واللي إن شاء الله غيكون واحد الإقلاع رياضي جد مهم بالنسبة للأوساط الرياضية ولكل الفاعلين الرياضيين بالجهة وعلى مستوى مدينة فاس. هو المركب كيف قلت انه بمجرد ان شاء الله حلول اللجنه اللي هي غتكون عما قريب باش توقف على هاد التاهيلات اللي وقعات وكذلك تشوف الاجراءات اللي هي غادي تتخذ باش يتفتح في وجه استقبال المغرب الفاسي لكل الفرق يعني اللي غادي تكون تتلعب في الصفوة واللي غادي تجرى المقابلات ديال الاستضافه هنا في المركب عما قريب ان شاء الله. باقي المرافق الاخرى الرياضيه داخل مدينه فاس هذا القرار مرتبط بقرار
وكذلك اللي هو ديال وزاره الصحه ووزاره الداخليه، على انه ان شاء الله نامل على انه هاد الفحوصات اللي غادي تكون ديال الوباء ضد الوباء كورونا اللي غادي تكون هاد الفاكسين تمشي بشكل سريع وتكون بشكل مطمئن لفائده السكينه، وغالبا ما غادي يتم فتح القاعات المغطاه والمسابح وكل الانشطه الرياضيه غادي ان شاء الله تستانف الانشطه ديالها بمجرد استكمال يعني التلقيحات ديالنا في احسن الظروف ان شاء الله.